صلى الله عليه وسلم في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ اشمعنى في السجود؟ من اللي عاشه، من اللي حسه. يا رب خلي المشاعر دي ما تروحش مني. افتكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود. مش قادر أنا بعد ما عشت المعاني دي، مش ممكن أفرط فيه، مش ممكن أسيبها، مش عايز أرجع. يا رب يا رب ثبتني يا رب، أنا مش عايز أرجع. أنا لو رجعت كأني بترمى في النار بالظبط، مش عايز أرجع يا رب. كلمة الصحراء الفرعون: لن نؤثرك. ايه اللي عاشوه جوه قلوبهم خلاهم يسيبوا كل حاجه، وخلاهم يتحدوا كل حاجه، وخلاهم يقفوا في وش الدنيا كلها؟ ايه اللي حسوا جوه قلوبهم يا جماعه؟ جنه، جنه القران. احد المفسرين قريت له كلمه عجيبه جدا، بيقول: وكدت ان اعرض عن تفسير سوره الانعام وسوره الرعد، بيكلموا سورتين دول عن ربنا، لان ما في صدري تجاههما واكثر ما استطيع ان اعبر به عنهما، بينهما فجوة هائلة لا يسدها شيء. أنا مش قادر أترجم اللي في قلبي تجاه كلامك يا رب، مش قادر أترجم اللي جوايا تجاه معاني القرآن يا رب، مش قادر. قال: بس أنا هعمل زي اللي بيشاور على نجم. هو بيشاور عليه بإيديه، إنما إيديه لا يمكن هطوله أبدا. يا جماعة الدين ده جنة، السجود جنة، القيام جنة. أحد الشباب لما التزم كان يصحى قبل الفجر بأربع ساعات، يقول: يا خسارة، يا دي الحسرة، ما عادش غير أربع، من كتر حبه في القيام، من كتر. احد السلف كان بيقول: اللهم اذن لي ان اقوم الليل في قبري، من كتر جمال. اوعى تفتكروا ان الدين صعب يا جماعه، الدين ده جنات. الصيام جنه، والقيام جنه، والصلاه جنه، والتوبه جنه. احد شباب احد النوادي الشهيره في القاهره، وخلاص ما عادش قادر، متعذب مش قادر، عايز يتوب، اتصل بواحد صاحبنا قال له: انا عايز اتوب، عايز ارجع. صاحبنا يعني اتشغل عنه سابه. فبيقول: فمره صاحبي بيقول لي، بيقول: انا مره طالع بالعربيه لقيت الشاب ده جاي بيجري عليا، ووشه متغرق دموع، وعينيه سايله دموع، وعامل لي بايده كده اهوت: ما انتش طالع، ما تطلعش. ولقيته هجم عليا بيقول لي: ما تسيبنيش، انا عايز اتوب لربنا، انا عايز ارجع لربنا. خده وفضل معاه لغايه ما راح يصلوا الفجر. بيقول وهو بيصلي جنبي الامام بيقرا، وده قاعد يتهز وقاعد يطلع لقدام ورا، انا مش عارف ماله. الامام يقرا التحيات وده قاعد يتهز، قاعد يتهز، اترنه بيرتجف، اترنه بيرتجف وهو بيصلي اول صلاه بعد التوبه لربنا. مشاعر التائبين يا جماعه، مشاعر اللي راجع لربنا سبحانه وتعالى، مشاعر الالتزام ده جنه والله العظيم، ما تتعوض. اوعى تخسريها في حياتك، اوعى تخسرها في حياتك. ينتظركم ايام رائعة في الآخرة، في الآخرة. الجنة يا شباب، الجنة دي جميلة قوي، أنا مش عارف إزاي الشباب ما بيموتش نفسه عشانها. إزاي يا جماعة؟ تخيل لو أنا جيت لك النهاردة: تعالى يا حبيبي أنا عازمك النهاردة على كافيار في الهيلتون، بكرة بقى أنا هعشيك على الساحل الشمالي حفلة شوي، بعده هنروح الفير سيزونز عازمك على شوية مشويات حاجة ما حصلتش، بعده تعالى على الميريديان بقى هناكل بحريات أما هنشبع يا سيدي، بعده تعالى بقى أما أفرجك على تركيا، بعده لا تعالى لشواطئ فلوريدا، بعده في جزيرة في المحيط الهادي هنتفسح فيها، بعده تعالى على الساحل الشمالي في حاجه. تخيل المزارات السياحيه في الدنيا اصلا جننت الناس ومحدش بيلحق يتفرج عليه، امال المزارات الجميله في جنه عرضها السماوات والارض. والنهارده بقى الحياه الاجتماعيه، النهارده مع مراتك في يخت كده في نهر الكوثر بقى تطلعوا رحله خلويه عاطفيه جميله، بكره تزور النبي ومصعب وعمار وسلمان، بعده في قعده مع سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم عليهم الصلاه والسلام جميعا، بعده في واحد صاحبك راح مع مراته جنات عدن ما رجعش مش عايز يرجع، قاعد هناك الموضوع عجبه هناك جدا، فانت هتطلع انت واصحابك تروحوا تزوروه رحله اخويه. حياه كلها ينتظركم ايام رائعه، تضيعوها ليه؟ يا جماعه الكلام اللي بقوله ده مش للكل الا ان يشاء الله، الكلام ده اللي هيركب في سفينه الالتزام، الكلام ده له ثمن، ادفعي ثمنه، ادفع ثمنه، ثمنه انك تعيش لربنا، ثمنه انك تقول عاوزك يا رب، ثمنه انك انت تقبل على الله فربنا، اقبل ولا تخف، ما تخافش، خذها ولا تخف. موسى العصايه اللي شق بها البحر كان خايف انه يمسكها وهي سر فتوح حياته باذن الله. اوعى تخاف من الالتزام، اوعى تخاف من الالتزام. يا جماعه الشباب المحروم، الشباب الغلبان، الشباب اللي ربنا حرمه، اسالي نفسك ليه ربنا حرمك؟ ليه حرمك من القيام؟ قال لا هو انا عشان ما بقومش ده حرمان؟ ايوه حرمان. ليه حرمك من حبه؟ ليه حرمك من اليقين به؟ ليه حرمك من لذه ذكره؟ ليه حرمك من الدعوه الى الله؟ كنا مره منظر ما نساهوش واحنا بنكلم شباب، فشاب من الشباب كان قاعد يرقص قبلها ومال الشارع رقص في وسط الشارع، قلنا ده سعاده ما فيش بعد كده بقى. لما كلمناه كلمتين عن ربنا قال: انا كنت من يومين بس بحاول انتحر. كل
كل ده وهم وخداع وسراب، زي السويد اعلى دخل في العالم اعلى نسبه انتحار في العالم. الكلمه دي ربنا قالها. الشاب ممكن اقف اتكلم معاه يقول لي طب انا هو حياه الدين مش حياه خنيئه؟ بالمصطلح الشباب بيقول لك مش حياه خنيئه، خنيئه الكلمه دي نفسها ربنا قالها في القران. ومن يرد الله ان يضله يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا كانما ايه؟ يصعد في السماء. كل ما بتطلع الاكسجين بيقل، بتبقى خانقه، خانقه، حياه خنيئه. حياة المعصية دي حياة خنيئة. أنا بقول لكل شاب مقبل على طريق المخدرات ينتظرك أيام أسود من لون المخدرات اللي بتتشرب، ينتظرك أيام بشعة لو ما تبتش. أنا بقول لكل واحد ناوي يعصي، بقول لكل واحد ناوي يعرض عن الله، ينتظرك أيام ما يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة عايزين نتوب لربنا، عايزين نتوب. ينتظرك أيام رائعة في الآخرة. في مخرج من المخرجين مات من أيام، الدنيا من ايام ايه، من اسابيع، الدنيا اتقلبت وبضع مخرج داعر فاجر افلامه كلها قذره في المعاني وناس دعاة ماتوا الفتره اللي فاتت نوروا الدنيا كلها بالدين والهدايه. المخرج هو اللي الدنيا اتقلبت ليه والقنوات. ما تزعلوش يا جماعه، تزعلوش. شوفوا اول ما المؤمن بيموت بيحصل ايه، السماء بتتقلب والارض بتتقلب، بيحصل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه قال بيحصل ايه؟ صلى عليه كل ملك بين السماء والارض. اثنين، صلى عليه كل ملك في السماء. ثلاثة، فتحت له أبواب السماء. أربعة، ما من ملك على باب من أبواب السماء إلا ضرع إلى الله أن يعرج، أن تعرج روحه من هذا الباب. خمسة، خرجت روحه قاطية بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض. أي امرأة لما ينزل القبر بتاعه وبعد كده يوروا له النار، إيه ده؟ هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. يفتكر كل مرة كان ناوي ينتكس وربنا عصمه، تفتكر كل مرة كانت ناوية تعصي وربنا عصمها، تفتكر يوم ما كانت مترددة تلبس النقاب ولا لا وقعدت تقيسه قدام المراية وتقلع وتقيسه وتقلعه وربنا ثبتها ونزلت بيه، تفتكر لما كانت على علاقة بشاب وقاعدة مترددة مش قادرة أسيبه أسيب ولا لا وفي الآخر ثبته وضحت بيه عشان ربنا، يفتكر لما كان متردد المال الحرام ده رزقي ده أكلي ده فلوسي وأصرف منين لغاية ما ربنا أعانه وسابه، يفتكره لو كنت عصيت ربنا كان حصل إيه؟ أيام رائعة. حتى في القبر، حتى في القبر، حتى في لحظة الموت تتنزل عليهم الملائكة أفواج وراء أفواج، ألا تخافوا ولا تحزنوا. الفوق ده بيبشرك إنك بتنظري لوجه الله، والفوق ده بيبشرك إنك هتشرب من إيد النبي عليه الصلاة والسلام، والفوق ده بيبشرك بالفردوس الأعلى، والفوق ده بيبشرك بالأمن من عذاب القبر، والفوق ده والفوق ده والفوق ده والفوق ده. أفراح، أيام رائعة، أيام رائعة في كل حاجة يا جماعة، حتى في القيامة. ولقاهم نضرة وسرورا، لقاهم يعني من أول لحظة طالعين تلاقي ناس واقفين مستنيينك فرحانين بيكي، ما تخافيش ما تخافيش، كل ده مش ليكي، كل ده ما تقلقيش منه خالص. عبد الرحمن بن عوف لما السيدة عائشة قالت له إن الأغنياء بيدخلوا بعد الفقراء في الجنة قال لها وماذا أفعل؟ إذا كنت أنفق 100 فيخلف الله علي 1000، أعمل إيه؟ ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، أعمل إيه؟ إذا كان ربنا فتحها على الإنسان المتدين يعمل إيه؟ أنا شفتها بعيني مع أصحابنا الملتزمين في الدفعة بعد ما اتخرجنا، لو حطوا إيدهم في التراب يبقى ذهب، هم اللي بيسموه، هم اللي بيسموه عشان مشغولين، مش فاضي من كتر فتح أبواب الرزق. ينتظرك أيام رائعة لو ربنا حبك، ينتظرك أيام رائعة لو ربنا تولاك، ينتظرك أيام رائعة لو ربنا رضى عنك، لو ربنا حبك ينتظرك أيام رائعة. إزاي بس؟ خليه يحبك، بس عيش عشانه. فإذا أحببته، خد بالك من الحديث ده، امسكي قلبك، امسك قلبك، أنا عايزكم تركزوا معايا يا جماعة، الحديث الرهيب ده الخزائن كلها هتتفتح دلوقتي. فإذا أحببته مفتاح لكل الخزائن، كل خزنة من خزائن ربنا لها مفتاح، إلا فإذا أحببته، مفتاح بيفتح كل الخزائن، بيفتح كل حاجة. امسكي قلبك دلوقتي مع عطاءات ربنا، امسكي قلبك معايا. فإذا أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، واحد، كنت سمعه الذي يسمع به. أول حاجة ربنا قالها السمع ليه؟ ما هوش هتسمع الأغاني والهلس والكلام ده، ما هوش هتسمعه أنت راكب في المواصلة مش عارف أنت سامع. طب مش معنى السمع اللي ربنا بدأ بيه؟ لأن السمع ده أول حاجة هتشهد عليك يوم القيامة، شهد عليهم سمعهم. طب ليه؟ إيش معنى؟ لأن اللي أنت اديته ودانك ده اللي هيحدد اتجاهك في الحياة. اديت ودانك لدعية ولا لواحد مفسد؟ اديت ودانك لصاحب صالح ولا لصاحب فاسد؟ وبصره الذي يبصر به، هتشوف بنور الله.
ولسانه الذي يتكلم به هيبقى كلامك نور، تكلم اصحابك في الدين كلهم يلتزموا على ايديك، ويده التي يبطش بها هتعيش الحياه وتواجهها بقوه الله سبحانه وتعالى، هتستمد قوتك من قوه الله، ورجله التي يمشي بها هتبقى مسدد الخطى في حياتك، في اختياراتك، في جوازك، في اختيارك في الجواز، في كل حاجه، في شغلك. ولئن سألني لأعطينه هتبقى مجاب الدعاء، ولئن استعاذني لأعيذنه هتبقى في حصن حصين من الله، بالله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسلم